السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون من سنتر ليلة القدر. النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون متخصص في تيشرتات الخروج الأولادي من أول أطفال لحد السن المحير، وهتاخدوا كمان منه قطاعي بسعر الجملة. بس قبل ما أبدأ الفيديو اشتركوا وفعلوا الجرس ولايك للفيديو، وفي شرح تفصيلي في آخر الفيديو، فيديو صغير كده هيبين لكم المكان وإزاي توصلوا لحد هناك، هديكم علامات مميزة توصلكم للمكان بكل سهولة. تابعوني ولايك كتير جدا للفيديو ونبدأ على بركة الله. هنبدأ هنا برضو تيشرتات الأطفال الخروج. المكان هنا متخصص بس تيشرتات أطفال يا محمود صح؟ كلها خروج. كلها خروج. البناطيل للأسف سرهات. بناطيل سرها. اه مفيش بناطيل فرداني، فاحنا هنقول لكم اي حاجه سعرها يبقى دلوقتي تاخدوه بالقطعه، انما البناطيل مش هنعرضها لكم عشان هتبقى كل 3 قطع او 4 قطع. بصوا كلها بتبقى سريع على بعضه. المكان هنا جمله بس هيديكوا ايه قطاعي لينا الحاجات اللي بنعرضها بس. تمام. دي ب 70 جنيه. ده تيشيرت خروج 70 جنيه. اه. الخامة عاملة ايه طيب؟ ده تلبيسه حلو قوي. الخامة عالية قوي برضه. لارج اكس 2. يعني لارج اكس 2 يعني مقاس ايه؟ يعني 14 سنة. اه 14 محير يعني. سنة ايوه. 10 من سنين. 10 12 14 كده. حلو جدا ده. في الوان منه برضه. في الوان منه. في الوان منه تمام. تمام. شوف ايه معانا تاني. بص هنا كميات، اصل هنا جمله بس هيدي لكل المتابعين للقناه هيديهم قطاعي. 85 جنيه. ده 85 جنيه، انا بيتهيألي التاني كان احلى مع انه سعره ارخص. يعني بصوا الخامه برضو التانيه والله احسن، ده رايي يا جماعه. انتوا بتقعدوا تسالوني على الخامات فانا بقول لكم انا عندي ده خامه وسعر وشكل كمان احلى من ده، وده يرجع لرايكم واختياركم. تدي اذواق برضو. ايه ده؟ ب 110. ده ينفع جاكيت، ينفع سويت شيرت، ينفع كل حاجه ب 110. هو متبطن من جوه. نشوف طبطنته برضو. ده فرو يعني بصوا. هما هنا اغلب الجواكت فرو. ده 12. ده مقاس 12. ده مقاس 12 ومقاس 10. 10 و12. 10 و12. عامل 100 وكام؟ عامل 110. 110 حلو قوي برضو. 110 تمام. في حاجه زي كده؟ في حاجه زي كده. 47 جنيه. 47 جنيه تيشيرت خروج 47 جنيه. مقاساته ايه ده؟ ده مقاس واحد. مقاس واحد تمام؟ تمام. عموما هنا اطفال فهتلاقوا المقاسات كلها مختلفة يعني. في حاجة زي كده بيتي عاملة 35. ده بيتي. ده بيتي حرام يا محمود، ده خروج يا محمود. بيتي ده شكله شيك قوي، ده على بنطلون جينز وكوتش خلاص كده طقم بقى. عامل كام؟ ده عامل 35. 35 جنيه. 35. مقاساته ايه؟ ده مقاسات واحدة. ده هو المقاس ده بس. 35 حلو قوي. تمام. ماشي تمام. في حاجة زي كده؟ في حاجة زي كده. 80 جنيه. حاجة خروج برضو. تمشي بناتي وولادي. تمشي الاتنين. اه 80 جنيه ماشي تمام. في حاجة زي كده؟ في حاجة زي كده. عاملة 65. 65 بدأنا المحير كده بقى. 65 جنيه. 65 حلو. 65. في ايه تاني معانا؟ تيشرتات. هي دي ترنجات ولا تيشرتات؟ تيشرتات كلها. كل ده تيشرتات موديلات، احنا بنوريكم بس عينات من الموجودة. في حاجة زي كده؟ في حاجة زي كده. 55. ده عامل 55 محير وشبابي. محير وشبابي. اه ده يمشي شبابي والله، يعني 16 سنة يمشي يلبسه. حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل 55. 55. دي حاجة زي كده؟ كشمير. كشمير. ده كشمير. ده كشمير، عامل كام ده؟ منه كتيرة. ألوان كتيرة. ده ب 60 جنيه. 60 جنيه. تمام؟ 32 و34 مقاسين. مقاسين. اه. حلو قوي، عامل 60 جنيه. عامل 60 جنيه. تمام. كده؟ كان ب 125 جنيه سعره اتكسر. ده كام؟ 90 جنيه. ده ب 90 بدل 125. اه. حلو جدا ده. ده زي القطيفة المقلمة. حلو قوي ده. معانا ايه تاني؟ كل ده احنا في تيشيرتات الخروج الأولادي بس. في ده؟ ده محير بقى. ده ب 53. ده بكام يا محمود؟ ده ب 53. ب 53 جنيه. حلو قوي ده قوي، والخامه كمان كويسه قوي. محير 53، في منه الوان. في منه الوان. في منه الوان. ده ب 50 جنيه. ده بكام يا محمود؟ 50. ده 50 جنيه. حلو قوي برضو، الخامات هنا حلوه قوي.
عاجبني الطبطين قوي، الخامة تحسيها محملة تدفي كمان. في منه ألوان، ده منه ألوان، في منه ألوان. ده قروض 55 جنيه. ده كم؟ 55. ده 55 جنيه. ده خروج برضه. ده خروج حلو قوي، يمشي بناتي وولادي برضو، على حسب اللون كمان هيمشي معاكي. حلو جدا. طب والحاجات دي عاليه ولا ايه؟ عاليه. ورينا من العالي برضو. في حاجات سعرها عالي معانا خالص برضو، يعني هو بيوريكوا الحاجات اللي اسعارها برضو كده، وفي حاجات اسعار عاليه. في ده عامل 120. ده عامل كام؟ عامل 120. 120 بس، حاجة محترمة يعني. بصوا حاجة تحفة، انا بقرب لكم الخامة، بصوا شايفينها عاملة ازاي، شكله تحفة بجد والله، والخامة عالية قوي يعني. بالنسبة لو هتجيبيها من محلات من وسط البلد او حاجة، هتبقى الاسعار الدبل عن كده واكتر كمان يعني. في حاجة زي كده 110. ده كام يا محمود؟ 110. 110. بصوا، لا حاجات تحفة تحفة، الجمال ده. دي حاجات اللوكس بقى. يعني اللوكس عندكم ما يبقى 110، دي حاجه حلوه قوي. 120. حلو قوي والله، اسعاره حلوه جدا. ايه ده؟ هنا خروج اولادي بس او ولا اولادي وبناتي؟ تيشرتات اولادي بس. ده 80 جنيه. ده كم؟ ب 80. ده ب 80 جنيه. برضه حلو قوي قوي يعني. بصوا ده سفنجه معايا عاليه قوي، حلو قوي، 80 جنيه. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا الحته دي، حلو قوي الحته اللي انت ماسكها دي، شكلها تحفه من قبل ما تتفتح. دي عامله 60 جنيه. افتحها لنا وقلنا دي عامله كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه. حلوه جدا برضو الخامات هنا حلوه. اللي فوق ده على فكره قطيفه شموع، ده شموع مش قطيفه كمان، ومبطن جوه يمشي تيشرت ويمشي جاكيت. حلو جدا. في كتير قوي، في موديلات كتير قوي، عشان ما نتعبهمش معانا. احنا وريناكم بعض محمود الجمل بس بيضحي. هنقول لهم ايه؟ محمود الجمل بيضحي. طب هو بيقول لكم محمود الجمل بيضحي، وعامل لكم خصومات كتير جدا هنا في الاطفال. بصوا حاجات موديلات كتير قوي، احنا استحاله هنعرض لكم كل ده. انا بديكم نبذه عن المكان الموجود فيه، وانتم ما تيجوا ان شاء الله قول لهم ان انتم تبع قناه يوميات مكه، وهتاخدوا بسعر الجمله من اول قطعه، والكميات ليها الشحن مجانا، في شحن كل المحافظات، والكميات هتبقى الشحن بتاعها مجانا. تعبتك معايا يا محمود، شكرا قوي على الفيديو ده. شكرا. بصوا حبايب قلبي، احنا هنا قدام مول صدناوي على طول، سنتر ليله القدر، العماره اللي في وش صدناوي يعني. بصوا ده مول صدناوي في العتبه، قدام جراج العتبه. احنا هنيجي، وهنا برده الشارع اللي بيطلعوا منه. بصوا هحاول اعمل لكم زوم. المنطقة دي الشارع اللي بنطلع منه من المترو، انتوا هتطلعوا على طول منه وهتيجوا هنا، هتخشوا شارع نجيب ريحاني 57، هي العمارة اللي على النصيتين، وهي العمارة اللي في وش سنتر الجامع الأحمر على طول. بصوا حلوة جدا. بصوا هنا عمارة 57 شارع نجيب الريحاني، احنا هنا في سنتر ليلة القدر، العنوان اللي هسيبه لكم برضه في أول تعليق مثبت، ورقم التليفون بإذن الله.